هو ديال هذا انا يؤلمني سيد الوزير. المحكمة الابتدائية المحمدية وضعها الآن بئيث، لا تليق أن تكون محكمة ديال المدينة. للأسف الشديد 2015 كان لي الشرف، أنا كعضو مجلس الجماعي ديال المحمدية حضرت في اللجنة ممثل المجلس لاختيار البقعة الأرضية. أكثر من 5 سنوات عاد كملنا مسطرة ديال النزع المدني، وفي متوسط هذه المسطرة وقع مشكل مسطرة إيروني لأنه ما درش فيها الإجراءات كما ينبغي إعادة مسطرة. إلى مشاريع مشات بهذه الكيفية ديال 5 سنوات لإنجاز، وكنت أنا حارس منذ التحاقي بهذا المجلس أن للسيد وزير العدل السابق ولا المسؤولين ديال الوزارة باتصالات متكررة حول هذا الموضوع ديال، لأن المحكمة الوحيدة نقدر نقول المحكمة الابتدائية الوحيدة في المدن المغربية اللي مازال تعيش وضعا مأساويا. الآن الحمد لله وتم مسطرة ديال النعزة الملكية، أتمنى أنه الدراسة التقنية والهندسية دار في هذا السنة ويبدأ المشروع ديال 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 البناء ديالها، وأتمنى أن لا يقع ما وقع عليه المحكمة ديال الابتدائية، المشروع ديال المحكمة الابتدائية المحمدية أن يقع في